السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم عندنا موضوع حل تمارين للصف الثاني متوسط، اللي هي فقرة تأكد من فهمك صفحة 20. تأكد من فهمك صفحة 20. فعندي صفحة 20 اللي هي تبسيط مالي الكسور العشرية، تكملة الكسور وشلون أحولها إلى كسور عشرية باستخدام الحاسبة. فناخذ أول سؤال طلاب، هذا شلون راح أحله؟ أول ما أجي للمقامات مختلفات، فلازم شو أسوي؟ أوحد مقامات، فمن أحلل الثمانية على اثنين اشقد بها؟ اربعة. على اثنين اشقد بها؟ اثنين. على اثنين اشقد بها؟ واحد. اوكي، واضحة الفكرة؟ فهنا نختار، لازم هاي ما تصير هنا، انا ما تمشي وايد، انا ما عندي تحليل مكعبين هنا. فهنا ايش راح اسوي؟ طريقة سهلة ومختصرة، مقامات مختلفة اضربها، فراح اطلع المقام الجديد. 3 في 8 راح يصير 24 المقام الجديد. هسه 24 تتقسم على 3 وتنضرب بالثنين، يعني هذا راح يتقسم هنا، اللي بقى من عنده ينضرب بالثنين وينزل هنا، راح ينضرب بالثنين. اللي بقى من القسمه هسه مثلا 24 تقسيم 3 ايش قد بيها؟ بيها 8، تنضرب في 2 16. اوكي، هاي الاشاره تنزل. 24 تقسيم 8 وتنضرب بالخمسه. 24 تتقسم على 8 ايش قد بيها؟ 3، 3 في 5 15. اوكي طلاب، هذان للتوضيح الاسهم، خلينا نمسحهم بس لتوضح لكم، يعني اكو بعض الطلاب شويه عقليتهم ما توصل الاستيعاب. فهنا راح يصير 1 على 24. طلاب وصلت لها الفقرة، هاي ذكها بالحاسبة، او انت تريد تقسمها قسمة طويلة انت حر. اختصارا للوقت ذكها بالحاسبة، فراح يطلع عندي الناتج اشقد؟ 0.24. واضحة الفكرة؟ جيد، تعالوا وياي هسه المن للسؤال اللي بعده، اللي هو رقم 3 7 على 2 زائد 9 على 4 ناقصا 13 على 12. فطلاب هنا ناخذ اياه، هو هذني راح يمشي عليهم التحليل، فراح نقدر نحللهم او تجي تاخذ اكبر واحد. فانت تيجي تاخذ اكبر واحد اسهل لك، يعني طريقة التحليل شوية تطول الشغلة، تطول يعني، واحنا نريد نختصر الوقت. فناخذ اكبر واحد، هسه الثنين تقبل القسمة على 2 والاربعة، اذا خليت 12 الثنين تقبل القسمة على 12 والاربعة تقبل القسمة على 12 وال 12 تقبل القسمة على 12. فاخذ اكبر واحد احسن شيء. ف 12 تقسيم 2 ايش قد به؟ 6. 6 في 7 ايش قد؟ 42، يعني هاي 12 قسمته على 2 والباقي ضربته وين؟ هنا ونزلته. اوكي؟ زائد 12 تقسيم 4 ايش قد بيها؟ 3. 3 وين راح تنضرب؟ بال 9 وتنزل هنا. 3 في 9 27، مو صح لو لا؟ ناقصا 12 تقسيم 12 1، ينضرب بال 13. واضحة الفكرة؟ جيد، هسه وصلنا لهاي الخطوة. هنا هذا نجمعهم على صفحة ولو بعدين اطرحهم من هذا العدد. فهنا 7 و2 9، 2 و4 6. فهسه راح اجي اطرح 12 تنزل، 9 تروح 3 ايش قد؟ 6، مو صح لو لا؟ و6 يروح 1 ايش قد؟ تبقى 5. اجي ادق هذا بالحاسبة واشوف الرقم ايش قد يطلع لي يا شباب المستقبل.
نشوف ايش قد يطلع عندنا الرقم. راح يطلع عندي 4.6، فهذا هو الرقم اللي طلع عندي. واضح هنا طلاب؟ جيد. فطلاب هسه جينا ذن المثالين السهلات، بعد ما خلصنا من ناكل ناقص والزائد، هسه وصلنا هنا عملية ضرب مطيني، هذا كسر هذا كسر، عملية ضرب اريد ابسطهم. فقبل لا اضرب وهاي اشوف اكو اختصار لو ماكو، الاربعة ويا 12 تختصر مو صح لولا؟ هاي بيها واحد، هاي بيها ايش قد؟ 3 مو صح لولا؟ الواحد وعشرين ويا 7 اكو اختصار، هاي بيها 3 هاي بيها 1، فراح يصير عندي ناتج 3. هسه راح نرجع نكمل لكم هذا السؤال طلاب، بما انه الفيديو عندي وقف فعدت تصويره، فراح اعيد لكم هذا السؤال. هذا طلاب شلون شرح؟ ينزل هذا 6 على 11 والقسمة تتحول الى ضرب، المقام يصير بسط، والبسط يصير مقام، اوكي؟ قلبت الكسر يعني. فانا راح تبدي عملية اختصار، هذا ويا هذا يختصر، هذا بيه 1 هذا بيها 7، وهذا ويا هذا يختصر، هذا بيها سالب 2 هذا بيها، فراح يصير سالب 2 على 7. اشيكها بالحاسبة، سالب تنزل فراح يطلع عندي 0.28، بعد وياها ارقام اللي هو 5 7. طيب بعد ما رجعتها بالحاسب، واضحة الفكرة؟ شغلة بسيطة كلش. فطلابي الاعزاء رجعت لكم هذا السؤال اللي هو شوية بصعوبة عليكم كطلاب ثاني متوسط، يعني بعدكم ما شايفين هيك اسئلة. فبالبداية هذا القوس اجي اشوف اذا عندي اختصارات، فهنا ضرب قسمة اشتغل بالقوس اكمله، وهنا بعدين اخذه ويا هذا اشتغل. فخلنا نكمل القوس، فهنا اكو اختصارات، هذا بي 3 اوكي، بيها 5 بيها 5، واضحة الفكرة؟ وهذا اكو اختصار هنا، هذا بي 1 هذا بي 4، فراح يطلع عندي اللي هو 4 على 5، وهنا القسمة تنزل، وال 12 على 35 بعدنا كل شيء ما مسوي، واضحة الفكرة؟ هسه ايش راح اسوي هاي الخطوة الجديدة؟ 4 على 5 القسمة احولها الى ضرب، هذا المقام اصعده بسط والبسط اصعده مقام. فاكو اختصار هنا، هذا بي 3 هذا بي 1، هنا هاي بيها 7 هاي بيها 1، يعني على 5 هاي بيها 7 وهاي بيها 1، فراح يطلع عندي الناتج 7 على 3. بعد ما طلع عندي 7 على 3 ادقه بالحاسبه، وابوك الله يرحمه راح يطلع عندي الناتج ايش قد؟ 2.3 4 3. وتقدر تختصر تقرب العدد اللي هو 2.3، ماكو اي اشكال، اهم شيء تطلع لي حل، لا تتقيد بالارقام ابد. جيد طلاب، خلينا نجي ناخذ هذا السؤال اللي هو عبارة عن كسر 20 حاصل ضربهم يريد اضربهم. فهنا خلينا كسور اعتيادية، وبعد ما حليناه وكملنا هو تحولناه كسور 20. فخلينا نجي ناخذ هذا الكسر ال20، سؤال رقم 9 من فقرة تأكد منك، اللي هو معطيني 2.7 في 10 أس 3 مضروب في 6.6 في 10 أس سالب 7، واضح الفكرة؟ فطلاب احنا بما انه شغلنا كله بالحاسبة، انت بكيفك، فش راح نسوي؟ العشرات ببحث نضربهن، وذن نضربهن ببحث. ف2.7 في 6.6 اوكي، اذن الاعداد بباحتين والعشرات بباحت، يعني هنا هاي 10 أس 3 تنضرب في 10 أس سالب
سبعة. أوكي باي سبعة تاريخية هاي. فهناش راح نسوي طلاب. هناش راح نسوي. هذا طبعاً عدد دقينا بالحاسبة يطلع ماكو إشكال. لو تريد ضرب بهالشكل هذا إنه ترجع الفوارس. يعني مثلاً تقول سبعة وعشرين هنا ستة وستين. شيل الفوارس تضربهن سبعة في ستة اثنين هالشكل هذا. ولو بترجع الفوارز يا اما بك نحاسبه وطلع الناتج. اذا انت مسموح لك بالحاسبه لا تعب روحك قبل. 7 دوت 8 2 في 10 اس عند الضرب نجمع الاسس للاساسات المتشابهه يعني هنا 3 زائدا سالب 7. اوكي فهنا ايش راح يصير؟ 1 دوت 7 8 2 في 10 اس إشارة الشبير وأجمع إشارة الشبير أنزلها سبعة يروح ثلاثة قد تبقى أربعة. واضحة الفكرة طلاب؟ أكو أي صعوبة؟ اللي يقول لي أكو صعوبة بالموضوع يا ريت يكتب لي بالتعليقات حتى أشوف وأوضحها إلي. نجي ناخذ سؤال 12 اخر سؤال ونختم المحاضره ان شاء الله. باكر نكمل باقي الموضوع او نختار موضوع ثاني. تسهيل بيد الله. 1 دوت 6 9 في 10 اس سالب 6 على 0 دوت 13 في 10 اس سالب 2. هسه ايش راح اسوي طلاب؟ ايش راح اسوي طلاب؟ هسه ذن البيانات هذني عددين اقسمهم كعددين. ما عليك بالعشرات هسه العشرات ما عليك بيها بس قسم لي ذن العددين. فمن قسمتهن ايش قد طلعن؟ 13. من قسمتهن طلعن 13 في شباب. وضحت الفكرة عندكم لو لا؟ هذا قسمته على هذا طلع 13. يعني شلون قسمته؟ خلنا أوضح لكم الطريقة. يعني هذا 1 دوت 6 9 0 13 في 10 والسالب 6 على 10 والسالب 2. هذا اللي معلي بهم بصفحة وذني بصفحة والعلامة ضرب. أوكي؟ فلن من اريد اقسمهن ايش راح اسوي؟ هنا 169 وهنا 13. فهنا من شلت الفوارز هنا ورا الفارزه كم مرتبه؟ وحده اثنين اضيف صفرين. اوكي اضيف صفرين وين؟ بالبسط. هذا من شلت الفوارز اضيف كم صفر؟ همينه صفرين. واضحه الفكره طلابي؟ جيد. في 10 والسالب 6 على 10 والسالب 2. هاي الصفرين تختصر ويا الصفرين. فبقى عندي 169 اللي هو 13 على 13 في 10. خلي على حطته بعدين. هذا طبعا اقدر اطلع حلهم بس انا هيك شيء اريد كل شوي الناتج النهائي. 10 والسالب 6 على 10 والسالب 2. واضحة الفكرة اللي جاي؟ جاي ال 169 جايت من 13 في 13. اوكي؟ جايت من 13 في 13. يعني ايش راح يصير؟ شيل ال 169 وخلي 13 في 13. هاي تبسيط للمطايا كلش للما يعرفون. فهذا اختصار. فهنا راح يبقى 13 في 10 عند القسمة نطرح الأسس للأساسات المتشابهة. يعني شنو؟ سالب 6 سالب من القانون ما طرح وهنا أنا سالب 2 وهاي السالب راح تدخل على هذا فراح يصير بهالشكل هذا. بعض الطلاب 13 في 10 سالب 6 وهنا أنا صارت موجب 2. بعض موجب 2
اوكي خلينا نكمل هنا. انا راح اصير 13 في 10. انا ما اريد اطول عليكم بس هاي للتوضيح، هي السؤال حله خطوتين، اختصاره كله خطوتين. فهنا سالب 6 تروح 2 ايش قد تبقى؟ سالب 4. زين انا عندي كسور عشريه لازم هذا اضيف له مرتبه حتى يصير عشري، واخذ صفر من العشره وين اضيف؟ هنا بنصهم. يعني يصير 1 دوت 3 في 10 والسالب 3، لان انا خذيت مرتبه معناه ضفت صفر هنا فرزتها بهالشكل هذا. فطلاب انا ما اريد اطولها عليكم بس ردت اخليكم قدام بينه، يعني هذا السؤال تقدر تختصره كله، هذا كله تمسحه، هذا حله، هذا هاي الخطوتين هذا هو حله. اوكي ماكو داعي تسوي مثلي بس هاي للتوضيح لان اكو طلاب تشبك عليهم. طبعا اللي جاي احنا انتهى درسنا لهذا اليوم، شكرا لكم، اتمنى لكم الموفقيه والنجاح.